نظمت ابتدائية ابن الهيثم حفلا بمناسبة عيد العمال على شرف العاملين بالمؤسسة والمتقاعدين، وكان من ضمن المكرمين العامل الساسي، وهذا نظير تفانيه في عمله طيلة مشواره المهني. ونشكر المدرسة نتاع ابن الهيثم، ونشكر المدير جمال براكني والمعلمين والمعلميات. بهذه المناسبة أقيم تكريم أو تم تكريم مجموعة من العمال المتقاعدين الذين عملوا بالمؤسسة، ضف إلى ذلك الاحتفالية بالسادس عشر من شهر أفريل، شهر العلم والتراث، حيث كرم فيه جميع المتفوقين من المؤسسة. فرحة التكريم كانت بادية على وجهه، وجاءت هذه الالتفاتة الرمزية تعبيرا عن الدعم والتشجيع له وعرفانا بمجهوداته، حيث اعتبرها مبادرة حسنة. وكنت أنا واحد من هؤلاء العمال المكرمين في هذه المدرسة، فجزيل الشكر للابتدائية تكريمي مجموعة من الأساتذة الذين سهروا على تعليمي وتربيتي والوصول بهؤلاء النشأ إلى هذه المراتب السامية. التلاميذ هم الآخرون أبدعوا في إقامة العديد من النشاطات، حيث قدموا أناشيد وعروض مسرحية. في المقابل تم تكريم عدد كبير منهم، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على النجاح.